يا كابتن، إصابة مالكم مؤثرة مع الهلال ولا عادي؟ ولا بص، هو يعني عاوز اقول لك حاجه. هو انا على مدار المباريات اللي بتفرج فيها على الهلال لا يتاثر بغياب نجم، لان النجم هو نادي الهلال. ولكن عند مالكم، وانا هقف شويه، لان مالكم في الفتره الاخيره هو اهم الركائز اللي موجوده عند نادي الهلال، وخاصه في خط الوسط وخط الهجوم. هتقول لي روبن نيفيز وسافيتش، اقول لك على عيني وعلى راسي، لكن انت عندك لاعب جوكر متحرك بيلعب في كذا مكان. وكنت منتظر ان انا اشوف مالكم مع عوده سلمان الدوسري من الاصابه، لان سالم الدوسري لما هيلعب كجناح شمال هيبقى مالكم في مكانه الطبيعي اللي انا بشوفه فيه في خط الوسط، او انه بيلعب جناح يمين وبيجيد في المكان ده، بيميل على مكان ميشيلد الجادو او سعود عبد الحميد، تحركه في خط الوسط انه بيبقى مهاجم اساسي، ويكون متروفيتش في فتره من الفترات ان هو المهاجم الوهم. ده من اللي انا كنت بتفرج عليه من وجود مالكم مع نادي الهلال. لكن غيابه واصابته ممكن تكون مؤثره، هتاثر كتير جدا، خاصه في نهائي كاس الملك اللي جاي مع النصر. النصر عنده استعداد كبيره جدا، بيلعب وعنده طموح انه يحقق بطوله، مش عاوز يطلع من الموسم صفر اليدين. الهلال في نفس الوقت جمهوره متطلب، عايز البطوله وعايز يحقق نتائج. لعيب زي مالكم موتد وعمود اساسي من الخطط اللي بيبنيها عليه مثلا جيسوس او خيسوس المدير الفني لنادي الهلال، في الوقت نفسه ممكن يغير الطريقه. يعني انت، انا اقول لك ايه، يعني الهلال بيلعب 4-3-4-2-3-1، ممكن يغير الطريقه اللي هو بيلعب بيها بسبب غياب مالكم، لان مالكم كلاعب مؤثر في الطريقه وفي الخطه والشكل الهجومي والجمله الهجوميه. انت عندك ضلع مهم قوي غايب عندك. لكن انا بقول لك ان بشكل كبير جدا الهلال هو الهلال، والمباراه النهائيه هيبقى مباراه كبيره جدا، واتمنى التوفيق للشكل والاداء في المباراه، للصوره العالميه اللي احنا بنشوفها من الكره السعوديه. وفي النهايه عاوز عندك حاجه تانية؟ لا، سلام عليكم.